علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت. دول عايزين الثورة تموت، دول عايزين الثورة تموت. عمر الثورة ما هتموت، عمر الثورة ما هتموت، عمر الثورة ما هتموت، عمر الثورة ما هتموت. احنا معتصمين بالاساس عشان حق الشهداء وحق اهالي الشهداء. انا هنا النهارده بعتقد ومن امبارح برد بشكل عملي على تصرفات الداخلية ضد أسر الشهداء، وأنا في رأيي أنه ده أكبر تعبير على أنه الآلة القمعية للنظام أو للطبقة الحاكمة بدأت في تجميع نفسها مرة تانية. المطالب بتاعت بكرة حق الشهيد، سرعة المحاكمات لكل اللي تورطوا في قتل الشهداء. قالت وزير الداخلية والتخلص من القيادات الأولى والثانية من الفاسدين في وزارة الداخلية، وسرعة وعلنية وشفافية المحاكمات اللي بتتم، والحقيقة اللي هي كانت سبب رئيسي في تهنئة المناخ ده اللي استفز الناس بالشكل ده. محاكمات العسكري المدنيين، الإفراج عن زملائنا المعتقلين، عودة الأمن وتطهير وزارة الداخلية تماما، القضاء على جميع عناصر النظام السابق في البنوك وفي المؤسسات والشركات. هو في واحدة جت تمام كانت بتدعو الناس ان هي تسيب الاعتصام، كانت بتقول لهم طبعا انتوا ايه لازمه الاعتصام، مش انتوا كده كده هتعتصموا من 8 7 فمالوش لازمه. فواحد راح ضربها بالقلم، مين ده الله اعلم. نزلت بقى مجموعه من الشباب راحوا نازلين، راحوا جري وراها وهي بتجري طبعا، وفي ناس حشت عنها اللي حصل تمام، وخدوها وركبت عربيه وجري. جه واحد قال لها طب احنا عايزين نعرف انت مطالبك ايه. قالت له انا ماليش اي مطالب، ده انا جايه بسمع يعني. فراح جاي بص لنا احنا كده وقال ايه اللي يقف مع واحده ملهاش اي مطالب وجايه هنا في التحرير يبقى ابني كذا وكذا وكذا، وقال لها الفصل منتهى القذارة. بس تلاقيت مجموعات كتيره من الناس راحوا وملمومين حواليها، في ناس كانت بتدافع عنها اساسا بتحوط عليها عشان ما حدش يجي جنبها، لكن المجموعات الباقيه كلها ابتدت تطلع اشاعه بسرعه جدا ان دي بتدافع عن حسني مبارك، وابتدت ناس ثانيه تضرب فيها وناس تدافع عنها. بس الاغلبيه معظم الناس اللي كانوا في الدايره القريبه اللي منها كانوا كلهم بيحوطوا عليها علشان خاطر يدافعوا عنها. بشينا دكتاتور عشان نجيب 80 مليون دكتاتور، كل واحد دلوقتي في التحرير يقول اي راي مخالف لواحد تاني ممكن اقول يعني، انا كل اول ما اقول رايي يقولوا لي يلا اتفضل اطلع بره. يا داهيه يا مصطفى وجلاديه، الزمن شاب وانت شابه ورايح وانت جايه. وقفنا في الميدان استحملنا النيران، ورينا كل العالم الشعب مش جبان. إذا الناس قرروا بكرة الاستمرار في اعتصام لحين تحقيق المطالب، إحنا مستمرين معهم في اعتصام لحين تحقيق المطالب، إنما مش هنقرر لوحدينا، هنقرر مع الناس بكرة. وجهة نظري أن لازم تبقى الخروج الكبير هو يوم الجمعة 8 يوليو. أي حاجة بتتعمل دلوقتي يجب تكون استعدادا ل 8 يوليو. يا مبارك يا مخلوع، يا مبارك يا مخلوع. عارفين ليه؟ ليه؟ بنقولها ليه؟ علشان الكلاب قالوا لهم في التلفزيون ما تقولوش مخلوع. يا مبارك يا مخلوع، يا مبارك يا مخلوع، يا طنطاوي يا مخلوع، يا طنطاوي يا مخلوع.